كلمينا يا نعيمة. بص الجبال عامل ازاي؟ ارفعي فوق هاتي هاتي الاردن يعني البتراء والمثلث الثلاثي. هاتي البوسي اللون ديال الصخر ديال البتراء واحد اللون غريب جدا ما شاء الله على قدرة الله سبحانه وتعالى. والله شوف واحد اللون بحال الذهب، لونه مثل الذهب الزاهد. شوف اللون الاصفر والازرق والاحمر كل الالوان، قال كل الالوان كاينين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم رحلة جميلة بزاف للفنانة المتألقة سعيدة شرف الليل البتراء. ممرات البتراء شوفوا كي دايرين من عجائب الدنيا السبع. واو سامح ازيك سعيدة؟ منورة المكان جميل، ربنا يخليك منور بيك يا غالي. الله صح، شارع قريب بين الجبلين صح، المنطقة جذبين اسمها المش هذا السيك. اسمه ايه؟ السيك. السيك عندنا بالصحراء لعبة. هذا السيك اللي هو مأخوذ من كلمة السوق. اه اللي هو السيك زفلت كده يعني. هذا طريق جديد هسه بتشوف الطريق القديمة مرصوفة طريق رومانية. الصخر بعدين المطر بعدين عملوا يدوي. واو شوف 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 يعني رائعة البتراء والله لا رائعة. كنا غادي نزقلوا في نعيمة. لا انا شايفاها اول مرة. واخا حتى انا شايفاها ولكن شايفاها من زمان. لا انت شرايين انت هي، ولكن انا راه ما انا ما شفتهاش من 2004. هاي سبقوها الحكومة لان كانت تراب وغبرة فسبلتوها. اما الطريق المرصوفة القديمة هي كانت طريق بتكون كلها تراب. اي قبل سنة قبل الميلاد 106. يا سلام هاي والله هذه عجائب السبور تقطيعهم كلها. هاي قناة المية تيجي عن طريق مية الشتاء. هذه هذا احنا بنسميه المي الغدير. نعم هاي بتنزل من الصخر على القناة هاي وبتنزل تحت بغزلوها لايام الصيف عشان يستعملوها للزراعة ولضي الحيوانات بعيد للغسيل. اما مي درنا مسابقة بيناتنا احنا العيالات كاملين وقلنا شكون اللي غادي يوصل الاول. انا ونعيمة بدوي ربحنا وصلنا الاولين. كان في الرتبة الأولى والرتبة الثانية الثالثة حقوا بنا السعودية. السعودية من الرتبة الثالثة؟ الرتبة الثالثة من فلسطين. من قطر؟ لا فلسطين القطرية هاي فلسطينية هي. فلسطين تحتلوا المرتبة الثالثة. هي المرتبة الثالثة. ونحن في انتظار المرتبة الرابعة. هي المرتبة الثالثة فلسطين، المرتبة الثانية السعودية وينك؟ لأنه المرتبة الأولى كانت من نصيب المغرب في شخص نعيمة بدوي وسعيدة شرف، والمرتبة الثانية كانت من حق السعودية في اسمها سوريا ولا سعودية. سعودية من الرياض. والثالث كانت من قطر. والثانيين اصلا ما قدروش يدخلون المسابقه ولا يتعذروا. مخرين عيانين شوفوا فين طلعنا. شوفوا الناس اللي تحت كيفاش كيبانوا. شوفوا ويتعذروا على شوفوا كلشي كيبان صغير وحنا طلعنا للقمه ديال الجبل. ربحناهم جميلة. كيفاش كيبان القمة؟ يا لهوي واو فين طلعنا؟ ما شاء الله جمال جمال البطن. هلا هلا وين انا اللي معي؟ هيو هيو مين بيربح؟ مين بيربح يا فلسطينية؟ الزعيم ولا كريم؟
ولا فلسطينية. اللي عنده رضا الوالدين، اللي عنده رضا الوالدين. رانيا اول مره اعمل هالتجارب بحياتي، ويعني ما شاء الله ما شاء الله عن جد المكان خرافي، وانصح كل اللي بيجوا على الاردن لازم تيجوا على البتراء، لان الاردن الاردن اصلا هي البتراء. اه والله اخذنا نحن الشاي. قولي هيا حبي يا احلى بنات المغرب يا جمال السعوديه. شوفي هذه هاي الشاي الجمر. اول ما نصلي نقول ايش مع الدليل قال لي الدليل. شاعرتنا نوال حبيبة، أنت الحبيبة وأنت العزيزة وأنت الغالية، سعيدة شرف كبير إلي أنه اليوم نلتقي في الأردن. قولوا بالمغرب نهار كبير وأنا أتعرف إليك، كنت أسمع عنك والآن فرحت أنه شفتك، وأنا المطعونة بشهادتي المغربية وأنت تمثلين خير تمثيل لبلادك في الخارج. وأنا لا أنسى عندما كنت تغنين في الفندق أول البارح، كنت انفردتي بنفسك وكنت تغنين المغرب، تغنين المغرب بجوارحك بإحساسك بقلبك. هنيئا لبلدك فيك وهنيئا لك بهذا البلد. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا. جبل النبي يا المغرب اللي بيحمي التراب والصحارى المغاربي في مزيغ الحساني. أطربتنا بصوتها الشجي ومذهول منها كل مطربين الرحلة من إتقانها لكل اللهجات العربية والتراث الشعبي، وبتغني أردني يعني وكأنها نشمية.